في لمسات يعني طازجة وطفولية أو براءة. يعني أتعمد في بعض المراحل باللوحة السذاجة، أتقصد إخضاع الخط للبراءة، أريد إخراج اللوحة من القشور أو الجلود المصطنعة، وحاول التخلص من الأدران والتخلص من الوسخ والرجوع للبراءة الأولى حتى أبعده عن الآخرين وتجارب الآخرين وأي شيء يمكن أن يشوهه. أنا أسمي هذا الخط طفولي، يعني هو ليس طفوليا، هو فكرة للحرية، بمعنى أنا كيف أكون جمجمة أو وجه ليس له علاقة بشيء آخر. هو يمثل وجهة نظر سفان آدم، يمثل ردة فعلي وشغفي وانزعاجي وكل شيء يخصني أنا فقط. هذه هي العلامة الفارقة التي تميز تجربتي عن تجربة الآخرين وما احتوته المكتب التشكيلي أو التاريخ العالمي من منجزات عبر تاريخه الطويل.